السلام عليكم. فيديو النهاردة جاي بقول لكم اخر اخبار محمد راجح ومحمود البنا، عشان في حاجة كده حصلت تقريبا امبارح بالليل. واحد صاحب اخويا بعت ريكورد لاخويا وقال له شوف اللي حصل وكده. ده ريكورد اللي انا هسمعه لكم دلوقتي، هو ريكورد دقيقة ونص، تمام؟ مدته دقيقة ونص. الريكورد ده في ابن عم محمد راجح بيكلم تقريبا اخته، او بيكلم يعني تقريبا هو حد من عيلته، فهو اخته تقريبا هي اللي سربت، او حد من عيلته مش ابن عمه اللي اتكلم اللي سرب، لا ده حد تاني. وقعد يقول لها تقريبا انا مش اوعي لو سربت الكلام ده، يعني اوعي تعملي اي حاجه عشان انا كده انا اللي هروح في داهيه. فالريكورد اسمعوه دلوقتي. يا بنت بصي، اساسا هقولك على حاجه. طب ماشي، محمد راجح اساسا يبقى ابن عمي اهو، يعني انا اصلا من اكتر الناس اللي واقفين جنبه في القضيه. هقولك على حاجه بس مش تقولها لحد عشان ممكن يحصل بسبب مشاكل وكده. راجح اقسم بالله راجح واخد براءه او وهيطلع، وهو اساسا ده كله اللي هو بقى هيعمل وبيثبته الكلام ده كله قدام الناس زينه بس عشان الناس تسكت. ومحمد واخد براءة اساسا، بس المشكلة مش عارفين يطلعوه من القسم علشان في ناس عاوزين يقتلوه برا، وفي ناس بتقعد قدام القسم على طول عشان تستنى لما يطلع تقتله، واحنا عمالين نضحك على الناس ونقول لهم هيتسجنوا مش عارف ده. واساسا ده كله محمد واخد براءة، هو واخد براءة اساسا، احنا بس لسه عاوزين نطلعه من القسم عشان اول ما يطلع من القسم هيسافر على فرنسا على طول، هيسافر عشان هيقعد هناك بقى هو وعمي بقى ومرات عمي وكده. الناس بقى ايه، انت بقى سيبيهم، هم بقى بيقولوا ايه ده اعدام ومش اعدام، احنا بس سايبينهم كده عشان ايه ما نبينش بقى قدامهم ان هو هياخد براءة وكده. سيبيهم هم اصلا ايه، هم في دماغهم حاجة تانية ان محمد اساسا لسه ما اتحكمش عليه، ولسه اساسا في حاجات بتحصل يوم ما محمد هيتحكم عليه هيبقى كذب برضه، هيبقى بس عشان بنهدي الناس وكده. فهمي بقى اي حد ايه، مش تقول اقول لك مش تعرفي حد، عشان لو حد عرف ممكن الحكايه تتفكس. انا ممكن اروح في داهيه بسبب الكلام اللي انا قلته لك ده، بس احسن ما تقوليش لحد. زي ما سمعتوا الكورد يا شباب، للأسف مش عارف والله للأسف يعني القضية دي رايحة على فين. يعني القضية دلوقتي حالا على الـ على الـ على الـ على التويتر 290,000 واحد، على عامل تغريدة 290,000 تغريدة على التويتر، وأول ترند، يعتبر أول ترند عالمي تقريبا ولا تاني ترند عالمي. فالقضية بقت رأي عام وناس كتير أوي بتتكلم فيها، فمش عارفين بجد ايه اللي هيحصل. فزي ما قلت لكم ان القضيه بقت قضيه راي عام، الناس كلها بقت بتتكلم فيها، ناس كتير قوي بقت بتعمل فيديوهات على الموضوع، والفيس كل ما اجي انزل يعني اقعد على الفيس الاقي كميه رهيبه من اعدام محمد راجح، حق محمود البنا فين. لا لا، ناس كتير قوي يعني مع محمود البنا، وصراحه لازم كنا صح يعني. ده انا يعني لو ده ما اتعدمش ناس كتير قوي هتعمل كده، وكل يوم هنشوف من ده كتير ومحدش هيخاف. وطبعا زي ما انتم سمعتوا في الريكورد اللي هو بيقول اللي هو اصلا واخد براءه وبيقول اقسم بالله. فانا مش عارف بصراحه يا ترى الكلام ده حقيقي ولا لا، يعني اللي هو خد براءه هو ممكن يكون حقيقي عشان في ناس كتير قوي معاه، مش ناس كتير قوي معاه اللي هو يعني معاه واسطه، انا قصدي لكن الناس كلها تعتبر مع محمود البنا والناس كلها متعاطفه معاه، ومش قصه تعاطف. هو ده لازم ده اللي نكون معاه، هنكون يعني مع واحد قتل واحد عشان بيدافع عن واحده، ولا يكون ماشي في الشارع عشان بيدافع عن واحده؟ ما ينفعش. ف يعني ما اعرفش الصراحه القضيه دي هتروح فين تاني، وانا كده كده معاكم في اي جديد، اي موضوع جديد، حاجه جديده في القضيه دي هتلاقون انا طلعت انا عامل يجي اكتر من 4 فيديوهات على الموضوع ده. فان شاء الله هتلاقوني بتكلم عن الموضوع ده يعني تاني لو حصل اي حاجه. وغالبا النهارده المحاكمه، يعني غالبا هم قالوا 20/10، فانا مستني بصراحه واشوف ايه اللي بيحصل. و بس كده، السلام عليكم.